وفق الخطة التي سبق وأن أعلن عنها الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، تبادل الجيش النظامي والانفصاليون الموالون لروسيا 38 أسيرا من الطرفين قرب منطقة دونيسك الحدودية. ومن المقرر أن يفرج الطرفان المتنازعان على المزيد من الأسرى، حيث ينتظر الإفراج عن 500 أسير أوكراني في شرق البلاد قبل حلول هذا الأسبوع. مفاوض الحكومة الأوكرانية في هذا الملف أعرب عن أمله في طي صفحة الحرب والعنف. إننا بحاجة للبدء في تبادل الكلمة الطيبة. المسألة هامة للغاية، وأنا سعيد بوقف إطلاق النار وباتفاق مينسك. ميدانيا، ما زال الوضع الأمني هشاً على الحدود الروسية الأوكرانية، حيث اعتبر الجيش الأوكراني أنه ليس ممكناً إقامة منطقة عازلة بمسافة 30 كيلومتراً كما نص عليه اتفاق مينسك بينه وبين المتمردين الموالين لروسيا، إلا إذا أصبح وقف إطلاق النار شاملاً في المناطق الانفصالية في شرق البلاد.